المحاضرات اللي بالنسبة لكم هتبقى مهمة وهتبقى التارجت بعد كده قيمة حتى شغلكم امتى أو في الامتحانات، يعني سواء بقى إذا كان عندكم يعني هتبقى امتحانات آخر السنة يعني. إحنا شرحنا الهيد تروما، تمام؟ هناخد السباين تروما أو السباينال كورد إنجري، وهناخد الديسك برولابس، هناخد اللمبر والسيرفايكل، أشهرهم على الإطلاق هو لمبر ديسك برولابس. يعني أكتر ديسك بعد كده هتشوفوه يا اما ال 4 ال 5 يا اما ال 5 بلس 1، لان دي اكثر حتت فيها ويت بيرنج، وبالتبعيه اكثر حتت فيها ستريس، وبالتالي اكثر حتت ممكن يحصل فيها الريجنال كولابس. السرفايكل برضه هيدورتو والبريفر نيرف انجري والانترابمنت عشان الكهرباء الضهر، يعني حاجه يعني هاي كومن يعني. والسباينال بيرف ده هنديكم برضه علامات المنجو سيل والمايو منجو سيل، برضه دي انتوا هتشوفوها بعد كده كتير جدا يعني. حضرت معايا المرة اللي فاتت مش كده؟ طيب أنا عاوز حد فولنتير ممكن؟ لا زي ما أنت أسامة ولا؟ أسامة أه ماشي أنا بس جاي كام سلايد من المحاضرة اللي فاتت عشانكم فاكرين حاجة ولا كل حاجة اتعمل لها شيفت دليل يعني الكومنت يا اسامه على اللي تقدر تقوله يعني في تروما في الرايت برايتن لوب. طب ايه اللي انت شايفه؟ في الاول بس اول سؤال اللي انت شايفه دي عباره عن ايه؟ ام اتش دي اكس راي ام ار اي سي تي سي تي سي تي على ايه؟ على السبيرل فيو عن ايه؟ اول تقول لها دي سي تي برين دي حاطط فيها ضرر تمام، تعريفك للحاجه اللي بتشوفها دي عليها ضرر تمام، ايه لو انت مش شايف ايه الباثولوجي اللي جوه تمام كده، فدي سي تي برين دي اول كلمه بتتقال تمام. السي تي برين في اتنين ويندو بنشوف فيه العظم فقط لا غير، والتاني بنشوف فيه السوفت تيشو. فلو قدامي ده انا شايف سوفت تيشو شايف برين، فده بنسميه سي تي برين ما بين قوسين كده برين ويندو او سوفت تيشو ويندو. طيب ايه اللي انت شايفه في الاشعه؟ ايه الحاجه الغريبه اللي انت شايفها في الاشعه؟ ان في لون مختلف عند البرايت لوب. كويس. اللون ده ايه؟ يعني هو المفروض ان افتح شويه من الباقي الالوان بتاعت البرين. فدي المفروض تروما. طب احنا قلنا المره اللي فاتت اي حاجه بيضاء في السي تي فهي بلط، فده بلط ده دم تمام، والدم زي ما قسمناه المره اللي فاتت يا اما حاجات اكسترا اكسيا بره البرين مارينكما ودول حاجه من ثلاثه تمام، يا اما اكسترا ديورا او سب ديورا او سب اركنوي او حاجتين انسايد ذا برين مارينكما الانترا سيرفرا والهاي كاليس والانترا كاليس. احنا جوه البرين برينكما ولا بره البرين برينكما؟ جوه بره. احنا بره. مفيش مشكله، فاحنا بره حاجه من ثلاثه مش كده؟ يا اما اي بي يا اما صاف يا اما صاف ارقام. طيب. تبتدي طيب. انا كنت موجود المحاضره اللي فاتت دكتور. اه كده مش عارف. هي عشان واحده. اوكي اسمك ايه؟ ماشي يا احمد دي طيب يلا يلا دي هي بيدور الامتور تمام او اكسترا بيدور الامتور عرفتها منين؟ مش هفتحها صح، يا اما بص على الانر مارجن بتاعها، الانر مارجن بتاعها كونكيف ولا كونفكس؟ كونفكس تبقى دي اكسترا بيدور او شكلها بيسموها انتي فون او ليمون شيب اللي بتبقوا صوره فيها ال فيها الحاجتين تمام. طيب هي دي لو هنعمل على كومنت دي ليفت برايتر اكسترا بيور ديماتور تمام، دايما الصوره عكس ايدك يعني انت لو هتحط ايدك يمين تبقى السكشن ده ليفت والعكس صحيح، او هتاكد الاشعه اللي هو حاطط لك حرف الار او حرف الال
أو تلاقي حاطط لك حاجة اسمها سكيل أو مسطرة راس، دايما المسطرة دي بتبقى على شمال العين، فأي حاجة تشوفها هنا بتبقى على ده. دي إيه؟ دي ليفت برايتر بيجيوريك مانتو. وده الكلام اللي عاوز يقرا عنه شوية. مين تاني عاوز حد تاني؟ بيكون ويندو ولا فريم ويندو؟ عظم، انت شايف عظم، هذا هو ويندو. ايه اللي شايفاه؟ طيب ما زي ما اتفقنا الاستاذ ده اشرح حاجه من الاثنين غالبا، يا اما يا اما هذا الريفت سكاب فراكشر، وزي ما انت قلت برايتر ريفت سكاب فراكشر. تمام، كلمه اوبن اند كلوز أو centered and compound. centered هي closed، open هي compound. ده depend على إيه؟ depressed ده عليه جنب ولا معهوش جنب، يعني فروة الراس دي مقطوعة ولا مش مقطوعة. مش سهل تعرفيها من الست دي، احنا بنعرفها clinical بس ممكن تعرفيها من الست دي، يعني أحيانا بتلاقي شايفة في collection بره خالص على soft tissue، دي صار جاية هيماتوما، بس skin من بره انتكت لو مقطوع هتلاقي فيها أقوى. فالإنسي صعب يقولي the image هل دي open أو close أو هل دي centered أو compound، ده كلمة. تمام؟ فدي city brain صبيولة بتاعك أنا دخلت جوه البوكس جوه الجوان صبيولة ده أنا دخلت التريك مني من خالص، أنا بوف بوف فرو الراس ودي ما بقاش أنا خالص بقى اعتباري أصلا. تمام؟ ده صبيولة ترجمة وديورة حتى ديورة. فده رايت رايتر دبريز سكال فراكشن. الصورة اللي جنبها دي صورة 3D ريكونستراكشن، أحيانا بنطلبها كتير، صورة ثلاثية الأبعاد. أنا بطلبها زي الشمس يعني. أعملوا عملية ولا ما أعملوش عملية؟ تمام؟ الديبندنت. لو كومباوند فده عملية من غير ما أفكر. لازم أنظف. ممكن يبقى مطبوخ واحد حته مش كويسه في رمل انتظار ولسه عاملين حلقه اول امبارح. العين كان فيه دبريست سكال فراكشر بس بسوء حظه كان دبريست عليه عمود بروسترن. العين كان جاي ليفت سايد ويكنس، دبريست كان على المود اريا على الرايت سايد. فاحنا رفعنا الدبريست بس نعم ما اتحسنش، بس هيتحسن بعد كده ايه؟ الفيزيكال يتحسنوا بشكل كبير جدا. مين تاني حد ثالث فولنتير؟ تاني صعب أو بسيط؟ لا مش بسيط والله. نفس الكلمة أول جملة تديني التعريف على طول. دكتور احمد عكاش، يعني رئيس الناس بنفسه عشان تبقى اشعه، فاكيد هيشرح لكم السيتي برين يعني، بس احنا بنكسر شويه يعني. ما فيش مشكلة.
معايا اليوم سبت بيتم ايه بيسموها احيانا ايرو سي بس لو كان الاول مجمع في حته معينه فبيعمل شكل سيست فبيسموها ايرو سي انما ده سكتر يومو سيرفس تمام اخر متطوع بدل الصارم صح الاجابه سيركل 5 بس اكسجين
بعض. تمام؟ بس هم في مصر. هم أربعة، يوم أربعة بس أربعة بجوزين يعني. فهم 33 فقرة. المفروض ما بين كل فقرة والتانية في إيه؟ في دس. عندنا كام دس؟ تضرب من 33 10 يبقوا 23. يقوم إزاي؟ الخمسة ذاكرة مفيش ما بينهم حاجة. والأربعة كوكسجين مفيش ما بينهم حاجة، دي تسعة. وسي 1 سي 2 مفيش ما بينهم حاجة. تمام؟ يبقى أنا عندي 33 فقرة ما بينهم وبين بعض إيه؟ 23 بس. تمام؟ السباين مش ستريت. يعني السباين لو شفناه من اللاترال فيو هتلاقي السيرفايكال كيرف ماله؟ دورسال والدورسال واللامبر ويرجع تاني يبقى كافيك على السيرفر. المنظر ده احنا بنسميه ساجيتال بالانس. اي تغير في الساجيتال بالانس يعمل بين على طول مباشره. يعني احيانا تشوفوا بعد كده بنحول له حالات مكتوب عليها سيرفايكال سبونديلوز. كل اللي فيها ايه؟ ان الكيرف بدل ما هو لوردوتك بقى ستريتن واحيانا يبقى كيرف ريفيرجن. تمام؟ ده بيعمل كرونيك انفيكشن. واعتقد اغلبكم وقتها عنده قصه بسبب القعده على المكتب لابتوب ماسك موبايل كتير الراس المواصيه على طول دي على طول يعمل المنظر. تمام؟ هو واضح قوي لما تمسك اشعه تبص على ايه؟ على السايتال بالانس. احيانا بيجي لنا ناس كتير فيهم باك بين تعمل لهم اشعه تلاقي الباك ايه؟ بقى فلات. المفروض اللمبر ايه؟ بربط هو بقى فلات. فده يعمل له كرونيك باك بين. ده مش هيتحسن غير مع الفيزيوثيرابي ليتر يعني. تمام؟ لو بصينا على الفقرة هنتكلم على اللمبر سباين. الفقرة دي لمبر بالتربي اللي هي فوق خالص على الشمال. الفقرة عبارة عن بادي تمام وجزء ورا مربوطين ببعض بحاجة اسمها بيلي كمان للأسف البوينتر مش شغال. وفي النص دايرة كده بنسميها ايه؟ سباينال كمان عشان نمشي فيها ايه؟ سباينال كور اللي هي الدايرة التراينجلر. المفروض الدايره دي ليها دايمنشن ما يقلش باي حال من الاحوال عن 12 متر. تمام؟ لو قل عن كده العام يجي له حاجه اسمها لمبر كمان ستينوزس او دي القناه الشوكيه القطنيه. حاجه مشهوره جدا في كبار السن في الخمسينات والستينات من الطلبه. والعينين دول بيبقوا يعني فيهم حاجه كاركترستيك قوي. بالتالي العينين انا بقى اللي عندي انا ما اعرفه من الدكتور. تمام؟ بالتالي عندك كلمه نحسي واخد فليكشن اتيتيود بيشبهوه بالشوبينج كارت. انت داخل اي سوبر ماركت اي هايبر العربيه اللي بتاخدها دي فدايما بتلاقي نفسك واخد فليكشن اتيتيود. فدي بيسموها شوبينج كارت ساين. والفليكشن اتيتيود ده بيفتح الكمان شويه فبيريح شويه الروت. فاحنا بنعرف الكلام ده ممكن نعرفه من ام ار اي وممكن نعرفه من السي تي يعني. تمام؟ ففي فقره في جسم فقره بادي وفي سباينال كانال وفي ورا حاجه مدببه اسمها سباينس بروسس نازله على صفيحه عظميه يمين وشمال بنسميها لامينا. وبعد كده في حاجه اسمها فاسل بيمسك الفقره اللي فوق بالفقره اللي تحت. زي ما اتفقنا عندنا 23 ديسك في السباين. الديسك ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماسه جيلاتينيه بيسموها المادة الجيلاتينية اللي 90% منها مية بنسميها يوكلاس بافوزوس. لما نيجي كلمة ديسك بعد كده اللي مقصود بالديسك نيوكلاس. يعني لما نقول اللي عنده ديسك ترمينيشن ده معناه ان النيوكلاس بدأت ترميز من مكانها وتطلع بره خالص وتضغط على الروس. فالديسك عبارة عن مادة جيلاتينية عاملة زي التورك بيست أو معجون السنان 90% منها تقريبا مية ومتحوطه بايه؟ بالياس وفايبرز بنسميها انيولاس فايبروز. اللي هو ده منظر تشريحي للديسك. هتشوف النيوكلاس جوه وحواليها الالياس دي الانيولاس فايبروز. تمام؟
هيبتدي العين يحصل له ديسك ديجنريشن. اول حاجه بتحصل هي ايه؟ ان كميه الميه للقلب اللي بلس هتبتدي تقل. احنا اتفقنا ان هي اراوند 90 هتلاقيها نزلت. والتبعيه لما بينزل او كميه الميه بتقل الفوليوم بتاع الديسك از ريسك بايه؟ بيقل. والتبعيه لما نبص على اكس راي او ام ار اي اول ساين من الساينز بتاعت الديسك ديجنريشن هي الدمج ديسك سبيس اي ولا تتوقع ركبت على الثانيه. تمام؟ بقى السبيس اللي ما بينهم اقل خالص. انت ما بتعرفش تشخص ديسك بروجكت من الاكس راي بس انت ممكن تكسبكت ان عندي عنده مشكله على الليفل ده ومحتاج مور انفستيجيشن. السباين او الفقرات مربوطه ببعضها الاربطه. تمام؟ في ربط قدام خالص ماسك الفقره الفقرات ببعضها بنسميه anterior longitudinal ligament ورباط تاني ورا الفقرات اسمه posterior longitudinal ligament ورباط تاني ماسك اللامنه ببعض بنسميه ligament anterior او احيانا بيسموه yellow ligament عشان له فعلا اصفر يعني انتراوتر بنسبر يعني. ورباط تاني ما بين السباينس بروسيس وبعضها بنسميه انتر سباينس ورباط تاني واحد التيب بتاع السباينس بروسيس من فوق لتحت اسمه سوبرا سباينس ليجمنت. ليجمنت دي في غايه الاهميه وليها دور كبير جدا في استابيليتي اوف السباين. طيب السباين الكنالي ماشي فيها ايه؟ طيب السباين فوق كلمة اللي انا عايز اتعرفها سباين كورد بيقول ايه؟ L1 اللي هيقول L1 L2 مظبوط اللي هيقول اللور كوردر ده L1 مظبوط اللي هيقول الابر كوردر ده L2 مظبوط ايا كان انت هتقولها ازاي ثلاثة دول صح. المهم قوي بص على الكورد في ام ار اي هيجيب لكم بعد كده او ممكن انتوا ما تتفرجوش على حاجات زي كده بس احيانا بتبقى في كيميل عندها العين الصغيره ممكن يكونفنس وتلاقيها مشخصه مع حاجات في البيديافيك انها نكتورنال يوريسيس وتتفاجئ انها عندها حاجه اسمها تيتر كور سندروم. لو عملت لها ايمج يعني المفروض النكتورنال يوريسيس ده مشخص بالاكسبلوجن يعني بس لو فحصت العينه من ورا ممكن تلاقي فيها دفل فيها ضغط فيها علامات بتاع سباينا كده تعمل ام ار اي تلاقي الكور تيتر يعني مشدود يعني ما انتهاش عند ال1 تلاقي كورد نهايته تحت عند ال 4 وبعدين عند ال 5 والحالات اللي زي دي بيتعمل لها عمليات بنعمل لها حاجه اسمها انسيلترنج ونحاول نرجع الكورد تاني مكانه لان الكورد المشدود ده كورد سكيم كورد مش طبيعي فمهم تعرف الكورد نهايته فين عشان خاطر تصل تفهم الكورد سندروم. الكورد بينتهي زي ما اتفقنا ما بين ال1 وال2 وبيكمل بعد كده بقيه الاعصاب اللي نازله تحت ما بتنزلش يعني الكورد هو وبيطلع منه اعصاب يمين واعصاب شمال لحد ما بيحصل عند ال1 وال2 بقيه الاعصاب اللي تحت بتبقى نازله في حزمه بنسميها كودا ايكوينا اللي لو في عيان جاله سنترال ديسك سنترال ديسك بتاع سنترال ده كذا خط سنترال ديسك برولابس عند ال2 وال3 وال4 اند سو اون هيجيله حاجه اسمها كودا ايكوينا سندروم لانه الديسك ما ضغطش على اوت واحد بس ده الديسك ضغط على مجموعه اعصاب مسؤوله عن ترزيه الضرب الصوتي كله ومسؤوله عن ترزيه الفجر عشان كده العيانين دول دايما تلاقي عندهم انكونتنس يورين وسترول فحاله الكودا ايكوينا دي حالات صعبه جدا يعني بس لو اتلحقت بدري يعني ممكن يرجع الحاجات دي ممكن الحاجات دي ترجع بعد السيرجري بس للاسف الاقل اكثر لحد ما تيجي ولسه برضه شايفين حاله من كام يوم شاب 20 يعني ده كان متخيل يعني كانوا بس في بروجرامز تمام القصه بدات تبقى بين وبدات بين زي ما هنعرف بعد كده بعد كده راح عند حد من الناس كتب ميديكال تريتمنت العام بدا يجيله موتور ويكنس بدا يجيله مستر انفكشن برضه ميديكال تريتمنت هو اللي فات القصه ما
تمام؟ على رقم فلان وفلان وفلان وعمل اشعاعات والكلام من ده بتلاقي انك بتتصل يعمل لك ريتنشن يعمل لك انكونتنس ومشكلة الحياة دي مشكلة المشكلة الريتنشن بالذات رجوعه صعب يعني رجوعه صعب جدا ممكن الويكنس يتحسن اذا كان عنده فول دروب ممكن بعد العملية يرجع بس البيرسونال بيبقى صعب وتلاقي قاعد ماشي بقسطرة شهر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وشهر 20 و30 ساعة برضه الكلام ده هنعرفه في الكلايتا والستيشن بتاع اللمبر ديسك كولابس. قصة الانزلاقات دايما بتبتدي بالمنظر ده. مش ده غلط. تمام؟ طبعا انتوا عارفين لما حد يشيل حاجة مع الأرض يشيلها ازاي؟ كده؟ اه لازم ينزل في الجسم كله عشان الحمل كله كان بيتوسع على ايه؟ على مفاصله كلها من تحت وتطلع لفوق. تمام؟ انما انت بتشيل حاجه غلط خاصه في بوزيشن زي ده وشلتها مره واحده تمام اول حاجه هتسمعها ايه؟ ضغط اول حاجه ضهري طرقع ضهري طرقع دي معناها ايه؟ ان الانيلس حصل فيه تاني حصل فيه قطع ولما يحصل في الانيلس قطع مع الوقت ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي ان الانيلس تطلع من مكانها ويحصل ديس ترمينيشن فالمهم بعد كده زي ما هنعرف كده لما نكتب بروجيكت العين عنده لمبر ديسك برولابس مش بس انت بتكتب له ميديكال تريتمنت وتقول له فيزيكال ثيرابي مهم قوي قصه الاديوكيشن انك تعلم العيان ما تعرفش كتير تقعد ازاي لما تشيل تشيل ازاي وهكذا عشان الشده الثقيله ايه اللي حصل؟ ودي بدايه الباثولوجي دي تاني التطور يبتدي يحصل ايه؟ يحصل كراك او يحصل تير او يحصل فشر في مين؟ في الانفلس ودايما بيبقى مصاحبه بعض الديجنريشن في النيوكلوس انها تبتدي تفقد الميه بتاعتها ويبتدي يحصل حاجه اسمها ايه؟ ديسك ديجنريشن طيب افرض العين ما بتعش وتعمل برضه بالحاجات الغلط دي كلها ايه اللي هيبتدي يحصل؟ تبتدي تحصل الحاجات دي يبقى اول حاجه زي ما اتفقنا ديسك ديجنريشن تاني حاجه هيبتدي يحصل حاجه اسمها ديسك البرولابس ان النيوكلاس هتبتدي تطلع من مكانها وتبتدي تضغط على مين؟ تضغط على النيرف روت على الـ على الـ على الـ على الترافيرسنج نيرف روت على النيرف روت اللي معاك لو افترضنا كده مثلا واحد عنده انزلاق غضروفي قطعي ما بين الفقره الاولى والثانيه يبقى انهي روت هيبقى افكتد دايما بنبص على اسم الفقره بتاعها يبقى ال2 طيب اللي عنده ديسك برودكتس ما بين ال5 وال1 اي روت هيبقى افكتد اس1 هنعرف كمان شويه حاجه اسمها روت فاليو اس1 بيعمل ايه ال5 بيعمل ايه ال4 بيعمل ايه انت ممكن تشخص الكلام ده كله بالكلينيكال من غير الامج بمجرد انت عارف ان ال5 بيعمل كذا وال4 بيعمل كذا فيبتدي يحصل حاجه اسمها ايه؟ ديسك برولابس او ديسك بروتيوجن وده دايما بيبقى معاه بارشل انيلر تير. ستيل انيلرز ايه؟ هي فيها تير بس ستيل التير مش ايه؟ مش كومبليت. طيب لو التير بقى كومبليت يبقى المسمى بقى اسمه ايه؟ ديسك اكستروجن. يبقى البرولابس والاكستروجن الاثنين شكل من اشكال الهرنيشن. بس الفرق ما بينهم ايه؟ ان البرولابس او البروفيوجن ستيل الانيلس مش كومبليت تير يعني فيها بارشل تير انما الاكستروجن فيها ايه؟ فيها كومبليت تير للانيلس الكلام ده ممكن نعرفه عن طريق الاعراض يعني طيب احيانا بيحصل حاجه برضه هنشوفها بعد كده في الاشعاعات بعد ما الديسك يحصل كومبليت تير والديسك يطلع من مكانه يبتدي مايجريت يا اما تلاقيه طالع فوق او نازل تحت. طالع فوق بنسميها كرينيال مايجريتد، نازل تحت بنسميها كودري مايجريتد. بس ستيل الديسك ايه؟ او ستيل الفراجمنت اللي طالعه دي ايه؟ ان كونتينيوتي مع بقيه الديسك من جوه. مش كده؟ طيب اول ما تتفصل زي الحته الاخرانيه دي هنسميها ايه؟ سيكوستريشن او سيكوستريتد فراجمنت دي بقت فراجمنت معزوله تماما عن بقيه الديسك احيانا كتير لما بشوف عيان في ديسك برولابس بشكل سيكوستريشن انا ممكن اصبر عليه وما اعملوش عمليه
ليه؟ لأن السيكوستريتد فراجمنت دي ممكن يحصل لها أبوبتوزس وتفانش في نفس الشهور. ومعنا صور لعينين زي ده. لو أنا هصدق معاك شوية في الميديكال تريتمنت والبدرس والفيزيكال ثيرابي ممكن مش هعمل خالص، لأن فتحة الضغط برضه مش بالسهل. يعني ضغط المشرط في الضغط مش سهل. تمام؟ السلكشن مهم جدا يعني. حالة السيكوستريتد فراجمنت لو ما اعتبروش ده قصة كولا والكلام ده كله والقصة كلها مجرد بين، أنا ممكن أصبر على العين شوية على أمل إنه يحصل أبوبتوزس وإن السيكوستريتد فراجمنت دي تفانش والقصة تنتهي. طيب لما يبتدي يحصل هرنيشن الديسك هيبتدي يطلع من مكانه هيروح فين؟ لما يطلع مكانه في النص بالظبط ولما راح من ربنا اقلهم لما اسرعهم لما بيطلع في النص بالظبط هيضغط على مين؟ مش مجرد روت. شايفين النقطه؟ شايفين الصوره اللي فوق على اليمين؟ شايفين المشكله؟ شايفين السباينال كراك؟ هو ده نقط مش كده؟ شايفين النقط؟ النقط دي كودك بوينت، النقط دي مجموعه الاعصاب كلها اللي نازله من الكورس على بعض. لو في ديسك حصل ورنيشن زي الصوره اللي في النص على اليمين دي شايفينها؟ ده اسمه سنترال ديسك ترنيشن. حد يقدر يقول لي ده برولاكس ولا اكسترونيشن؟ برولاكس. عشان نستغل عن بس ايه؟ تمام. الديسك اللي طالع زي ما اتفقنا الديسك المقصود بيها نيوكلس لما تطلع تبقى ضغط على ايه؟ مش هتبقى ضغط على العصب اليمين او العصب الشمال اللي طالع، ده هتضغط على مجموعه الاعصاب كلها بتاعت الكودا وتدخل معاها حاجه اسمها كودا ايكوانس دروب. فالسنترال ديسك برولاكس رحمة ربنا وقلهم نسبة لأن أصلهم بالفقورة. طيب الديسك ممكن لما يحصل له رنيشن اتفقنا ممكن في النص وممكن على الجنب. على الجنب دي بنسميها ايه؟ بوسترولاترال. هتشوفوها دايما في تقارير الأشعاعية إن العين يقول لك عنده بوسترولاترال ديسك رنيشن يا إما الشفت شفت الديسك شفت يا إما يمت اليمين يا إما يمت الشمال. طيب لو الرنيشن بعد سنة نسميها ايه؟ فورامينال ديسك هرنيشن. مشكلة الفورامينال ديسك هرنيشن ايه؟ ان لو انا عنده وجوه لو وجوه قد كده هو لو انظلم العام بيجي لك باجونايزنج بين لانه بيبقى داخل في قلب الكنال بتاع العصب والكنال دي ما بتشتتش بالعصب مع شوية ابيدورال فات حواليه كده فأي فراجمنت حتى لو صغيرة العام بيجي لك بيصور. تمام؟ أو ممكن تلاقي هرنيشن اكسترا فراجمنت أو ممكن تلاقي هرنيشن فين قدام يعني بدل ما ديسك هرنيت ورايا هرنيت فين قدام وده ما يفرقش معايا في حاجة يعني. خلاص عرفنا الباثولوجي بتاع ديسك هرنيشن والأشكال بتاعته واللوكيشن بتاع ديسك هرنيشن انه ممكن يبقى سنترال او بارا سنترال او بتسميه بوسترولاترال او برومينال او اكسترا برومينال او ايفن حتى انتيرو. برومينال يعني الديسك طالع من تحت النص بالظبط بتلاقيه طالع يمت مخرج العصب من الديكال سايت من الديور فبيبقى زانق العصب في حته ضيقه جدا حتى لو ديسك قبل كده بس المكان ضيق جدا لو حد عنده كابيشيوس كمان والكنال واسعه ممكن يستحمل حتى الهرنيشن حتى لو كبير فالفورامينال رخم هو بيأفكت روت بس رخم لان الالم بتاعه بيبقى شديد جدا يعني. العالم اللي جاله ديسك برولابس اللي شاف حاجه تقيله وفجاه ظهره طق هيجي يشتكي من ايه؟ أول شكوى يقول لك أنا عندي وجع أسفل الضغط. السؤال اللي هتسأله له فين؟ الوجع في الظهر بس ولا مسمع فين؟ في الرجلين. أقول لك لا ده مسمع في الرجلين. عنده راديكولار سيمتوم بنسميها أيوه مظبوط صحيح. ودايما العينين دول عينين الضهر لهم أكتين مع ساعات كده ده موصلي إيه؟ ده أكبر ريسك برولابس. تمام؟ طيب لو العين ده بنك بين وقال في الدراع السياتيكا المسمى بتاعها في السيرفايكال بنسميها براكيال تمام الم الدراع بريكيا بنسميه براكيال
عن سيرفايكال ديسك برولابس اشتكي من نيك بين مع براكياجيا، وعن اللمبر ديسك برولابس اشتكي من باك بين مع سيرفايكال. تالت سؤال تسأله له، يعني عندي وجع عصب للظهر، الوجع مسمع في الرجل؟ اه مسمع في الرجل. طيب هل مصاحبه تنميل او حرقان، يا اما هايبرثيزيا هايبرالجيزيا او نغمس او ايمن حتى انفيزيا في حته معينه؟ اقول لك اه، هو التنميل اكتر في الصباع الكبير، ممكن هو التنميل اكتر في الصباع الصغير، وممكن هو التنميل اكبر عند الكاحل مثلا عند الميديال مانوس. لو قال لك عنده صباع كبير ده روت فاليو بتاع ال5 البيك تو بتاع ال5، وبالتالي عنده لو عنده ديسك كولابس يبقى عنده ليفل ممتاز. لو قال لك لا انا الحته اللي تعبانه قوي يمت اللاتر مانوس ويمت الليتل تو، ده روت فاليو بتاع ايه؟ السؤال يبقى لو عنده ديسك يبقى بتاع ايه؟ مظبوط. فكل روت في جزء حسي منه بيعمل ميتومن سبلاي، وجزء منه بيغذي عضله معينه ميتومن سبلاي. فالسنسوري بتاع ال 4 اي الميديال مالبس والميديال سايد والدبونت، والسنسوري بتاع ال 5 البيك تو، والسنسوري بتاع اس 1 دول اشهر حاجه اللي اشهر تسكات هتشوف بيها. طيب الموتور بتاع ال 4 ال 4 مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن ني ني اكستنشن، تمام؟ فبالتالي لو حد عنده مشكله في ني اكستنشن يبقى المشكله بتاع الكوادسيس، يبقى المشكله بتاع ال 4، يبقى لو عنده ديسك هيبقى بتاع كام؟ 3 4. طيب واحد مش قادر يعمل دورس فليكشن البيك 2 او يمكن حتى دورس فليكشن العين، احيانا الروتس تؤمر لاب مع بعض، يعني ممكن اربعه يعمل خمسه او خمسه يعمل اربعه، بس خلينا في الحاجات اللي انا حاططها، تمام؟ فالعيان مش قادر يعمل دورس فليكشن للعين، عنده حاجه اسمها فول دروب، سقوط بمشط القدم. المسؤول عن الدورس فليكشن ده مين؟ في روتس، روتس ممكن تؤمر لاب على بعض، يعني ممكن اربعه وخمسه. احيانا الدورس فليكشن بتاع ال 4 ممكن يبقى بتاع الانكل، بتاع ال 5 يقول لك بتاع البيك 2 بس، المصباع الكبير بس هو اللي بيمشي ده. بس مين فيهم اكتر من تاني؟ ومين فيهم بيقوم بالاكشن اكتر من تاني؟ هو ال 1. بس ال 4 مش اه يعني انا قلت لك في هو ما بين ده وما بين ده وما بين ده، تمام؟ وده مش هي بايظه برضه كده، يعني الكلينيكال سنس مهم، بس لو انت هتشتغل جراحه انت هتشتغل وفقا لده وفقا لده، لازم الاثنين مع بعض. طيب العيان عنده مش قادر يعمل بلانتر فليكشن، تبقى دي مشكله السؤال. احنا بنعرفها ازاي؟ ممكن وانا قاعد على المكتب هنا من غير ما افحص العيان اعرف العيان عنده مشكله ولا مشكله ولا ازاي؟ بقول العيان شفته قاعد على طرفين صابع، هو كده بيعمل ايه؟ لو عرف يعمله يبقى اسمه مش شغال، لو ما عرفش يعمله يبقى اسمه مش شغال. او اقول له وقف على كومبليك ايه؟ وقفته على كومبليك ده بيعمل ايه؟ عرف يعمله يبقى ان فايف شغال، ما عرفش يعمله يبقى ان فايف مش شغال، تمام؟ يبقى عرفنا ان في سنسور لو باك بين وساعتك وممكن يبقى مصاحبها يا موتور ديفيسيت يا سنسور ديفيسيت. ده سؤال الامتحان. سؤال الامتحان هيجي ازاي؟ هقول لكم كمان شويه، تمام؟ وكله متلخص بالروت فاليو بتاعت الحاجات دي. طيب انت عاوز تتاكد عاوز تفحص العيان، عندي بنام على ظهره سوباين وتعمل له تيست اسمه ايه؟ اشهر تيست في العالم يعني. تيجي ترفع رجل العيان، لو العيان بدا يحس بين يبقى انا عنده سايبر. اشهر اسباب الساتيك على الاطلاق هو لما ديسك برولابس، بس في ديفرنشال دايجنوستيك كتير، بس التوب ديفرنشال هو لما ديسك برولابس، تمام؟ طيب رفعت العين 10 رجلي كويسه 20 30 40 بعد 60 قال لك بدات احس برجلي شويه وجع في رجلي، ده ما بعتبروش سيجنفيكانت قوي، يعني فوق 60 انا
لان اي حد لو وقع في ريكورد سي دي ممكن يحس بشد في رجلين من ورا. ممكن طيب في تيست ظريف قوي. التيست ده هاي سبيسيفيك، هاي سبيسيفيك نمبر اوف بروجرامز. احنا اتفقنا ان الستاتيك ليها اسباب كتيره جدا اشهرها مع الاطلاق هو النمبر اوف بروجرامز. بس في تيست لو عملته وطلع عند العام بوستر ده راح بايه؟ ان العام عنده نمبر اوف بروجرامز. ان سبب الستاتيك هنا ده مش حاجه ثانيه. تمام؟ اللي هو بنسميه كروس ليك ريزنج ريستر. يعني عادي يشتكي من وجع في رجل اليمين. فتحط له رجله مين؟ حاسس بالوجع في رجل اليمين. ده السبيسيتي بتاعته تقريبا 100%. يعني لو القصه دي بوستيف وهو طمرمط. هو طمرمط ده عينيه عنده ديسك. تمام؟ طيب ايه تاني ممكن تعمله؟ ممكن تعمل فيكسين. ممكن تعمل حاجه اسمها نيجر او حاجه اسمها نيجر جوز. نيجر المسؤول عنه مين؟ اي روت؟ ولكن العينين اللي عندهم نمبر ديسك برولابس هتلاقي عندهم مايكرو ريفلكسيف. هتلاقي الريفلكسات دي ديمنش. مهم قوي 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 فحص الريفلكسات. الشات كتير قوي عينيه عنده سبونديولايتيسس وعنده ديسك برولابس وكان يشتكي وجع في ظهري وبتاع القصه دي كلها. وانت قمت انت لازم تفحص، ما هي القصه مش مجرد كلام العين، كل حاجه بتكمل حاجه. وفحصت العين تيجي تعمل الريفلكسات بتاعته لقيت الريفلكسات ايه؟ بتقطر هايبر ريفلكس. الطبيعي معاني الديسك الريفلكسات تبقى ايه؟ تبقى تنش تبقى عالي. الهايبر ريفلكسيا دي واحده من الكود ساين لان ما عادش عنده مشكله روت، ده مشكله كود. هتبتدي من عند السيرفايكال لحد نهايه الكود عند ال1 بالظبط. العيان ده ما يبقى تمام. تفاجئ ان العيان طلع عنده ايه؟ عنده سباينال تيومر، عنده دورسال مينجيوم. وانت بدات تعمله عمليا والعيان طالع ما بيتحسنش لانه عنده مشكله ثانيه، عنده مدى الباثولوجي بتحصل كتير. فدي اهميه الريفلكسات واهميه الفحص للعيانين دول. طيب انا سمعت من العيان مظبوط ترفعي الثانية عشان خاطر مين؟ كروس. لأن كروس ده زي ما قلت لك ده هاي سبيسيفيك نمبر ريسك بروجرامز. بالظبط. ده اسمه كروس ليه؟ كروس. طيب انا لو عاوز اعمل اشعه تعالي الديسك برولابس اعمل له ايه؟ ماشي ماشي عشان تشيل ارخص تعمل براكتيكال ايه؟ قول بالظبط. الجولد ستاندرد دايما في حالات الهيد تروما ايه؟ الجولد ستاندرد دايما في حالات الاسباين بس لا غنى تماما، لا غنى تماما، لا غنى تماما على الاسباين. احيانا الاكس راي بتغير لي الديسيجن ميكنج بتاعي 100% من عيان داخل اعمل له ديسكتومي بس لعيان داخل اشيل له ديسك واسبب كل ده بسبب الاكس راي. الاكس راي مهم. فلو اتجهت بالاكس راي الاكس راي اللي بتتعمل ليها اشكال كتيره جدا. يا اما بعمل اكس راي لابتوب او اعمل اكس راي اي بي او اعمل اكس راي اوبليك او اعمل اكس راي دايناميك او اشعاعات عاديه. كل دي اكس راي عاديه خالص نسميها اشعاعات عاديه حركيه ودي اشعاعات في غايه الاهميه. ان انا بصور العيان وهو مدي لقدام فول فليكشن واصور العيان تاني وهو مطرود لورا. التصويره دي لو في اي انستابيلتي عند العيان ده يعني لو في تزعزع فقاري في فراكشر بارت في اي حاجه هتبتدي تبان في الدايناميك اكس راي. فاللي قدامي ده لان اكس راي لاب وسكرت سباين لاب ريفيو بالي مش هكده بقيت في الاكس راي ده. مظبوط. دمج ذس سبيس هاي. دي السكرم اهي عشان احنا لما بنعد دايما بنعد من تحت واحنا طالعين لفوق. السكرم اهي. تمام؟
ادي اس 1 ولو فيها ال 5 ال 4 واخر واحده فوق ال 3 السبيس ما بين 3 و 4 دوت نورمال 4 5 5 اس 1 ايه اللي خلى السبيس ده مالوش الميه ايه اللي خلى الميه قلت ان بدا يحصل دي تمام اول ساين من الساينز بتاعت الديسك degeneration هي النارولينج او الدمج ديسك سبيس هاي تمام طيب ايه تاني افلام ممكن نعملها ممكن نعمل افلام وفي اصور عيان وهو مايل لليمين واصوره وهو مايل للشمال عشان اول حاجه اسمها ايه فراكشر بارز البارز زي انت الارتيكولاريس ده في حته عظمه كده مفصله بتمسك الفقره اللي فوق بالفقره اللي تحت ما بين التو ارتيكولار بتاعتها لو حصل فيها كراك او حصل فيها فشل ايه اللي هيحصل؟ الفقره هتبتدي تسيب من مكانها وتتزقزق لقدام والعين يجيله حاجه اسمها ولو اتزحلقت دوره اسمها ريتروفيو طب لو في فراكشر بارز وداوت ديسبليسمنت في بارز ديفكت بس ما فيش ازاحه دي نسميها سكونفيلو لايسيس ادي منظر الاوبليك شايفين البارز ديفكت صح مش كده؟ سؤالي على اس 1 يا سلام كده على اس 1 جدع ال 5 تمام ال 4 حلو علاقه ال 4 بال 5 بالظبط برافو الخط اللي انت صورت عليه ده المفروض منطقه البارز انت شايف بارز ايه؟ شايف بارز ديفكت بارز ديفكت يعني بارز مقصور يعني عنده فراكشر بارز بس كده مع ديسبليسمنت يبقى عنده ليتك سبونديلو لايتيسس لو شفت الديسبليسمنت وداوت فراكشر بارز بنسميها ديجنريتيف سبونديلو لايتيسس طيب انا ممكن اروحش البارز في اللاترال فيو اعمل العين ايه؟ اوبليك رايت اوبليك عشان انا عندي بارز يمين وليفت اوبليك عشان عندي بارز شمال وابص على ايه؟ وابص على النك على الكولر بتاع السكوتي دوكتور شايفين منظر الكات ده بيتشاف اوبليك الودان ليها معنى الدايره اللي في النص ليها معنى فوق الكات من قدام ليه معنى الركوع ليها معنى انا اللي يفرق معايا مين؟ الرقبه الرقبه دي هي مين؟ هي بارز انتر ارتكولاريس لو فيها ديفكت يا خط ابيض ماشي كده يبقى العند عنده ايه؟ فراكشر بارز يبقى احلى اكس راي لما نتكلم على الاكس راي بس دي قصه منتهيه هتشوفوا يعني بس احلى اكس راي تقدر تشوف ما فيها بارز انتر ارتكولاريس وتحكم اذا كان في فراكشر ولا لا هو انهي فيو؟ كومبليت فيو عشان تدور على مين؟ على ده على النكت بتاع السكوتي دوك اللي هو البارز انتر ارتكولاريس طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اعمل ستي لازم نعمل مرارة بس ممكن نعمل ستي لو عيان مركب بيس ميكر عيان كان عنده برين انيوريزم ومحطوط له كليبس والحاجات دي كلها ممكن تتحرك بايه؟ بالماجنتيك فيلد هو مركب شرايح فريكين الشرايح بتاعت زمان دي وممكن بالماجنتيك فيلد تلاقي الشريحه ممكن طلعت من المكان تمام؟ طب افرض العيان عنده بنتين وانت عاوز تعمل له ايمج تعمل له ايه؟ ستي وهتعمل له ستي على مدى شهر تمام؟ مركب بيس ميكر عنده حاجات معينه تمنع دخوله على جهاز الرنين وانا عاوز اعمل له ايمج طب اعمل ايه؟ ستي مش هيديني نفس الداتا بتاعتها من الام ار اي بس انت مضطر بدل ما انظر ستي انا عنده ديسك برولابس 4 5 5 اسوان بس اكتر على 5 اسوان وممكن تشوف حاجه اسمها فاكيوم فينومينا تشوف نوع صودا في قلب السبيس دي ادفانسد ستيج من الديسك ديجنريشن طيب
احلى حاجه ايه بقى؟ الام ار اي. كل الداتا اللي انت ممكن تتخيلها هتجيبها من الام ار اي، هتشوف شكل نيوكلس. بالمناسبه هنشرح لكم دلوقتي حاجات معينه في الام ار اي. طيب فهرصوا معاني اي عين انت عاوز تعمل له ايمج هتطلب له ام ار اي مع بلين اكسبيرينس، او لو عاوز حاجه واحده يبقى هتعمل ام ار اي جنبه شكل اخباري. هتبعت العين على ايه؟ على مركز اشعه في جهاز رئيسي، مش كده؟ أجهزة الرنين اللي موجودة حاجة من ثلاثة. اللي على اليمين ده بنسميه كلوزد، وفي رنين مغلق. وفي ناس كتيرة جدا بيبقى عندها إيه؟ لوبين. أنت حرفيا بتخش جوه التابوت ده. في ناس ما بتستحملش، عشان تعمل إم آر آي بتاخد نص ساعة لساعة بدل. ففي تايم. في ناس ممكن يجيلها باظ ميجا أتاك من وتموت بسبب الكلوز زي ما عرفت. ما تستحملش. وتقعد خمس دقايق وتلاقيها طالع بتجري من البيت مش قادر اعمل حاجه. فتوديهم على مين؟ على لوبن ام ار اي. مشكله لوبن ام ار اي في الكواليتي. يعني وقت قياس جوده الام ار اي التست ده. تمام؟ لوبن ام ار اي 0.3 تست 3.10 تست. كواليتي ضعيفه. الكلوز في منه 1.5 وفي منه دلوقتي 3 تست حاجه يعني جامده جدا. طيب دي هي كده. أحيانا كتير قوي لو صورت العيان وهو نايم على ظهره بدل ما تصور العيان وهو واقف. بتحصل كتير جدا. حتى لما بنرفض البرنامج الإكسري بقول له اعملها لي في إيريك بوزيشن، ما تصوريش العين وهو نايم. عشان لو في أي منمر مستبدلي أقدر أوضحها في الإيريك بوزيشن. فبحط السباين وأكتر حتة فيها أكشن وأكتر حتة فيها ستريس. بنعمل حاجه اسمها برنامج ام ار اي، ما اعتقدش يعني انا ما شفتوش هنا في مصر بس ما اعرفش اذا كان موجود ولا لا. فبيصور العيان وهو سبلاين وصور العيان وهو واقف. بص المنظر ده نفس العيان. الصوره اللي على الشمال متصور وهو نايم، والصوره دي متصور وهو واقف. شايف الديسك على اي فايت سواي وهو نايم عامل ازاي وهو واقف عامل ازاي؟ يعني احيانا كتير العين فعلا جاي كلينيكال بتاع ديسك برولابس مليون المية. بس الايمج الديسك اللي في الايمج بالنسبة لك مش كونفينت، يعني انت مش مقتنع بيه قوي ان انا اخش اعمل العين عملية بالشكل ده. تمام؟ بس العين بيوصل معاك لمرحلة عملية اي حاجة. فلما تعمل العملية تلاقي العين في مرة بس امبروفمنت اوف اوف. ممكن يخلص لي الحيرة بتاعتي دي مين؟ الدايناميك ام ار اي. فدي واحدة من التول اللي ممكن تتعمل يعني. طيب انا بعت العين يعمل ام ار اي راح مركز الاشعه، جاي من مركز الاشعه بالظبط هيجيبوا لي كام فيلم؟ المفروض يجيب لك كام فيلم؟ اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. فيلمين سجل وفيلمين ايه؟ اكسل. يعني بيقطع افلام سجل وبيقطع افلام ايه؟ اكسل عرضيه. في ناس بتقتصر ويجيب لك فيلمين ويحط لك فيلم واحد فيه سجل في النص الهواي بنسميه تي 1 ويتد ايمج. شايفين الفيلم السجل في دي سواء في النص ده تمام. اسلام صح؟ اسلام هم اسلام. شايفين الفيلمين دول؟ ده سجل ام ار اي. الابيض ده تي سيرف ده ميه. لو شفت السي سيرف ابيض يبقى دي تي 2. شفته اسود يبقى ايه؟ يبقى تي 1. خلاص؟ نفس الكلام في الاكسل ايمج. ادي اكسل فيها سي سيرف اسود يبقى ده اكسل تي 1 وده اكسل تي 2. احنا عينينا لما بتبص على مين؟ بتبص على التي 2. التي 2 دايما اعتبرها باثولوجيكال ايمج. يعني لو انا عاوز اقول باثولوجي ابص على مين؟ ابص على التي 2. ما ينفعش ابص على سجتر بس، ما ينفعش ابص على اكسل بس. لازم ابص على مين؟ على الاثنين. فدي افلام الرنين اللي هشوفها. اربع افلام، فيلمين سجتر، واحد منهم تي 1 والثاني منهم تي 2، بعرفهم ازاي؟ تي 6 لونه اسود يبقى ابيض يبقى
والاكسل ذا سيم. طيب ده شكل الديسك الطبيعي زي ما اتفقنا. الديسك عباره عن نيوكلس وحواليه فايبر اسمها انيلس هايبروزس. النورمال ديسك دايما تلاقي نهايته ايه؟ في سنه ايه؟ كونكيف. في سنه كونكافيتي. لو الكونكافيتي دي قلبت وبقت كونفكس دي حاجه اسمها ديسك بلتش. ديسك ايه؟ ديسك بلتش المقصود بيها ايه؟ ان الانيلس ريحت او الديسك بتاعه كاش الانيلس ريحت شويه فبقت فيها ايه؟ ديسك بلتش. الديسك بلتش ده قد يكون نورمال فاريانت. يعني احيانا لو شفته في الاشعاعات ما عملتش معاك عمليه على ديسك بلتش انما ما بعتبروش ايه؟ ما بعتبروش ديسك فانيشن لان الانيلس كلها ستيل انتك هي مجرد انها ايه؟ ريحت شويه. فده منظر النورمال ديسك. كيب ان مايند الكلام ده عشان هنشوفه في الاشعاعات كمان شويه. ده منظر نورمال لمبر ديسك بس ده على سي تي. الضغط اللي مكتوب عليه 4 5 ده الضغط بتاع الديسك. لو بصيت على نهايه الديسك من ورا هتلاقي في سنه ايه؟ كونتاكت. تبص على الام ار اي على التي 2 دايما الديسك بيحترم مكانه. الديسك المحترم يحترم مكانه، الديسك النورمال ما بيطلعش بره مكانه. فدايما تلاقي الديسك كونفايند تو ذا ديسك سبيس. زي ده عيان تبكت 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 نوع ام ار اي وممكن اقول لك سيد اللي عندك كمان كام ام ار اي ده عين عشرينات مثلا يعني. لا من الديسكات كلها لسه بخير بقى. اه بالظبط ولون الديسك بالابيض. دي الديسكات بخيرها ليه؟ عشان الديسكات مليانه ايه؟ مليانه ميه. شايفين الفرق ده؟ يعني خالص تمام؟ شايفين اس 1؟ شايفين ال 5؟ الديسك لونه ايه؟ ابيض تمام؟ البياض ده هو اليوكلس عشان اليوكلس فيها ميه والميه اللي كانت بيضه في مين؟ في T2 والسواد اللي حواليها ده مين؟ ده الانف. لو بصيت من تحت انت طالع لفوق هتلاقي ايه؟ هتلاقي كلها بفرق كلها مليانه تمام؟ بس ده لسه يمكن حتى ما حصلش في الديسك مش بس برولاكس ولا ريجنيشن لا مفيش حتى ديجنريشن تمام. فالنورمال اللي هم اربعه وتلاقي الديسك ايه زي ما اتفقنا confined to the disk space في مكان مش طالع بره مكانه. لو بصيت على حدود الفقره اللي ورا هتلاقي لو نزلت الخط من فوق لتحت هتلاقي الديسك بيحترم الخط ده مش معدي بره الخط. فده نورمال اللي هم اربعه. وزي ما قلنا قبل كده مشاكل الديسك او الباثولوجي بتاع الديسك بتبتدي بالديجنريشن بعد كده ممكن يحصل حاجه اسمها ديسك بلتش والاخرانيه حاجه اسمها هيرنيشن. دي علامات الديجنريشن ان البكتيريا بتفقد الميه وبالتبعيه هيفقد الهايت بتاعه. ممكن تلاقي هواء في قلب الديسك بنسميها باكيوم فينومينا ودي بنشوفها دايما في السي تي وممكن تشوفها في الاكس راي. ده منظر الاكس راي والام ار اي نفس العيان. لو بصينا على الاكس راي هنلاقي الديسك سبيس هاي قليل على انهي ليفل؟ على ال 5 بلس 1 ممتاز. لو بصينا بقى على 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 الام ار اي ايه اللي انتم شايفينه في الام ار اي؟ في ارنيشن برافو تمام في ديسك على انهي ليفل؟ ال 5 بلس 1. الديسك ده شكله ايه؟ لونه ايه؟ ليه اسود؟ اكسجنريتد عشان تفقد الميه بتاعته. لو بصيت على الديسكات اللي فوق هتلاقي ديسكات ايه؟ مختلفه. ستيل فيها واتر كونتنت بشكل كويس. تمام؟ انا عنده ديسك هرنيشن على انهي ليفل؟ على ال 5 بلس 1. الهرنيشن ده قد يكون ايه زي ما اتفقنا؟ يا اما بروكلوجن يا اما اكسكلوجن. اعرفهم من بعض ازاي؟ في تركه ممكن من خلال السيرتل ام ار اي اعرفها. بص على النت بتاعت الحتة الهرمونية. النيك دي نارو ولا وايد؟ هوريكم صور تانية دلوقتي. بس النيك دي تعتبر نيك وايد. مش نارو على فراجمنت كبير، ده نيك وايد أو كلها طالعة مع بعض حتة واحدة. يبقى ده ديسك
بروفيوجن او ديسك كولابس. لو لقيت النك بتاعت الحته اللي طالعه دي نارو نك يبقى غالبا دي ايه؟ ديسك اكسبلوجن، يعني غالبا اللي عندي عنده ايه؟ كومبليت انيمال. ده برضه منظر رابع، ده منظر ستيف، منظر اكس راي. هتلاقي في الباكيان فينومينا تلاقي نقط سودا هي على انهي ليفل؟ برافو 4 5 3 4 تمام. اسمنا بالظبط دي سبونديو الارتيسس، لان ده عيان يعني عيان فيري اولد، يعني عيان اولد ايج وعيان باك مش رابع. زي ما اتفقنا ان الديسك بانش انا ممكن اعتبره نورمال فاريانت. الفرق ما بينه وبين الديسك الطبيعي ان الديسك الطبيعي نهايته كانت ايه؟ فيها سنه كونكافيتي، ده بقى ايه؟ بقى كونفكس، بس كونفكس فروم ذا رايت تو ذا ليفت. فده ديفيوز باثولوجي. انما دايما الهرميشن بيبقى فوق. حته بس اتقطعت في الانلس وحته بس هي اللي طلعت من الديسك وطلعت بره. يبقى الفوكال باثولوجي ده هرميشن، انما الديفيوز باثولوجي ده ايه؟ ده بانش. برضه دي مناظر تانية، ده نورمال، ده اكس ام ار اي تي 2 ولا تي 1؟ الاثنين تي 2، بس ده متصور على كواليتي عالية جدا. ده ليفل بتاع ديسك، يعني ده قطعية الاكس هي قطعية ديسك مش قطعية الفاكوس، تمام؟ هتلاقي الديسك فيه جزء ابيض منه، ده النيوكلاس والسواد اللي حواليه ده مين؟ يعني بس شكل الديسك من نهايته ايه؟ كونكيف، ده نورمال نورمال ديسك. والنقط الصوره اللي انتم شايفينها كتيره دي مين؟ بعد الديتا ساك قلب الميه دي، ده كل واحد دي الروت، الروت بالبنك اللي هم راي نقط 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 نقط. لو جيت بصيت على الصوره الثانيه ده اكس ام ار اي، بس الكونكيف دي ايه؟ دي لوست. فده ديفيوز باثولوجي فروم ذا رايت تو ذا ليفت، ده غالبا ديسك ايه؟ بلج، الشرنيشن، الريتيرنيشن، كوكل، باثولوجي. نفس الكلام ده ديسك هرنيشن اللب بتاعه كام؟ 4 5 انا عندي لو جه يشتكي من ايه؟ ده سؤال امتحان، سؤال الامتحان اللي هيجي لك في لمبر ديسك كولابس هيجيب لك امج ام ار اي ساجيتال واكسيل تمام؟ هيقول لك كومنت والعمده لو هيشتكي هيشتكي من ايه؟ ولو هتعمل له حاجه هتعمل له ايه؟ تمام؟ ده عيان عنده ديسك على انهي ليفل؟ الكورنال 5. الديسك ده لو حبيت يعني اوصف له لوكيشن، هل هو سنترال ديسك هرنيشن؟ ولا هل هو اوسترولاترال؟ ولا هل هو ايه بالظبط؟ جمع جمع هو باراميديان او اوسترولاترال او احيانا الناس تقول سنترولاترال لان في حته صغيره سنترال والباقي مشفت كله مشفت كله على انهي يمه؟ هنا برافو. طب عندنا لو شيك من حاجه شيك من لوكك من رايت سايد. طب لو عنده ماتنس او عنده حته فيها هايبوثيزيا هتبقى انهي حته في الفيلم؟ ومين تاني؟ بيكرو بيكتور ميديا. الكورس انا داخل من فوق ومعاهم البيكتور. على انهي سايد رايت ولا ليفت؟ رايت سايد. دي صورة تانية ده فوق كانت بطلش العين عنده ديسك العين عنده اكسبلوجن ولا اكسبلوجن؟ مظبوط. نفس الكلام. دي صورة للوكيشن بتاع ديسك هرنيشن. ده ديسك ايه؟ خلصانة كده تمام؟ ليه؟ لأن عندي كومبليت انيمال تير، وزي ما اتفقنا ممكن تعرفه في السيرجيكال ايمج. لو اتفقنا إن دي سيرجيكال ام ار اي تبص على النك هتلاقي النك ايه؟ نار. أنت مش هتتخيل المنظر ده أوت من أجزاء الام ار اي. بس إيماجن إن الإكسبلوجن معناه كومبليت انيمال تير والنيوكلس كلها بدأت تطلع من مكانها وتضغط على مين؟ اللي ماشي بالعرض ده، ده العصب اللي طالع. تمام؟ ده العصب. احنا لما بنخش نشتغل بنشيل ما بنشيلش الديسك كله،
بنشيل الحته اللي طالعه بس ونعمل ديوفنج او نعمل حاجه اسمها فرادات في العصب. ماشي، في قناه عصبيه احنا بنوسع القناه شويه بحيث العصب يبقى ايه؟ يبقى مرتاح. وشيل الديسك طبعا اللي عامله خطش. ده نفس الكلام، ده ديسك اكسبلوجر او اكسبلوجر. برافو اكسبلوجر. الحين جاي نحط الصوت ده 100%. الفراجمنت اللي طالع شايفين السوسبيشن حاجه زي ام ار اي، شايفين الدايره السوداء بولي دي فراجمنت. السباينال الكلام فين؟ معلش موجود يعني انت العين ده داخل متشال اكيد يعني. الديسك ممكن ما يطلعش بس من مكانه، ده ممكن تلاقيه طالع من مكانه وبعد كده طالع فوق او نازل تحت. مايجريتد يا اما فوق يبقى اسمها فيجر، مايجريتد يا اما تحت يبقى اسمها كود مايجريتد، او يتفصل خالص من الديسك يبقى اسمه اوسيليشن. طيب هي دي وريناكوا عشان يعني سيرشن الام ار اي. بص على سيرشن الام ار اي تي 2 اللي هي تاني صوره اللي عندك فيه ديسك وفي سيكوستريتد فراجمنت، مش كده؟ سؤال على الاثنين. سؤال على سيكوستريتد فراجمنت؟ برافو. دي جايه منين؟ برافو. ومين قال الديسك اللي تحت؟ عشان برافو برافو. وعشان ما فيش ميه، عشان الديسك اللي تحت يعني انت في حته في النص قد تكون جايه من فوق من 3 4 ونزل لتحت كود اللي مايجريتد، او جايه من 4 5 وطالع فوق كود اللي مايجريتد. تمام؟ هي جايه من انهي؟ كانت جايه من الديسك التعبان اللي هو الديجنريتد اللي ما فيهوش ميه بتاع 4 5. فالعين عنده ال 4 ال 5 وعنده حته كود اللي مايجريتد فراجمنت فوق. يخش عمليه ما يخشش عمليه ده ديبند كذا حاجه هنقولها دلوقتي. الابلكيشن اوف ذا سيرفر تمام، ممكن ما يخشش عمليه. برافو احنا ما بنحكمش على ايمج، انا ما بشتغلش على صور عيني تمام، انا بشتغل على كلينيكال وعلى ايمج وبعمل انتربريتيشن للاثنين. هل الكلينيكال ده، انا بصدق الكلينيكال عن الصور بالمناسبه، هل الكلينيكال ده متماشي مع اللي انا شايفه في الاشعه ولا مش متماشي؟ عارفين اه الكلينيكال شايفه حاجه والاشعه شايفه حاجه؟ ما اشتغلش معايا. لازم الكلينيكال بتاعي يبقى ماشي مع الايمج. فانت بتفحص العيان وتبص على الصور تعمل ما بينهم ايه؟ انتربريتيشن. لو الاثنين ماشيين مع بعض يبقى السليكشن بتاعك ده جود سليكشن، والعيان بتاعك ده يدعي لك بعد ما تعمل العمليه. طبعا عنده بس ديجنريشن على 5 اسنان، بس الفراجمنت اللي طلع منين؟ صعب الفراجمنت تسرع قوي تحت وتطلع تطلع يعني قفلها حته صغيره يعني. دكتور الباك يعني هواء. فيها لها سبب ولا؟ دي بتقولها ادفانسد ديسك ديجنريشن. دي حاله متاخره قوي من التطورات اللي بتحصل تحت الغروب يعني. تمام؟ يعني احنا لما بنشوفها بنعرف ان الديسك ده تعبان قوي يعني. وما بنشوفهاش كتير بالمناسبه. ماشي اوكي. بص الكلام ده يعني عاوز اقول لكم يعني 60% من الناس ما تعرفوش تمام؟ ف هو ما بيفرقش معانا، ما بيفرقش معانا احنا كتير قوي في الجراحين يعني تمام؟ بس برضه لما تبقى انت داخل وعارف انت بتتعامل مع ايه؟ عارف انت هتخش هتلاقي الاله وظيفتك ولا هتلاقي الديسك اصلا مش كونتين وطالع من مكانه، هتبقى انت برضه واخد شويه حاجات لما بتشتغل وترجع تاني تبص للصوره تبقى الدنيا ظريفه يعني تمام؟ فبص على السجده، بص على الصوره السجده، وزي ما قلت لك في حته هنجيت بقى
بص على النت بتاعها، بص على منطقه النت او الجنكشن ما بين الحته اللي طالعه وبقيه الديسك. لو النت دي نارو نت يبقى ده غالبا ايه؟ اكستروجن. لو النت دي وايد يبقى غالبا ده ايه؟ وغالبا موست برضه مفيش حاجه 100% اكيده يعني. دي نارو مقارنه بالنت باللي طالع، مقارنه باللي طالع. ده سؤال كويس. اللوكيشن بتاع الديسك هرنيشن بعرفه من الاكسل ايمج فقط من اكسل. فالسيرفر الاكسل هيجيب لك الخلاصه. عاوز تعرف الديسك ده هرنيتد فين؟ بص على الاكسل. يعني صوره زي دي مثلا. صوره زي دي. الديسك هرنيتد رايت ولا ليفت؟ ده رايت باراميديان او رايت بوسترولاترال ديسك هرنيشن. فلو في سايتك غالبا هتبقى على الرايت سايد. تمام؟ يا الاكسل هو هيجيب لك القصه بتاعت ال ده انا عندي ديسك على اي ليفل؟ الفايف بلس 1 غالبا ده ديسك هرنيشن مش كده؟ بروفيوجن ولا اكستروجن؟ اللي كان بيسال النك وايد، النك مش ضيقه خالص، هتلاقيها على فتل قوي، نارو نك دي على فتل قوي يعني، تمام؟ بعد بس بروفيوجن على ايه؟ 5 بلس 1 بعد مش تيجي رايت ولا ليفت، اللي كان بيسال رايت ولا ليفت. تقدر تحكمي من فيلم زي ده؟ مستحيل. طيب العدد اللي فيه رايت ولا ليفت؟ هتقولي لي ايه؟ هاتي قدام الاكس لو بص عليه. مش كده؟ مش تيجي رايت ولا ليفت؟ ليفت. رابط. تمام؟ رايت ولا ليفت دي؟ اكسل. طيب من عندنا لو اشتكي من حاجه اشتكي من ايه؟ لوباك بيس مع سايتس ولو عنده سايتس بالنفس هتبقى فين؟ او عندي صباع برافو. ولو عنده موتور ديفيسيت برافو. ولو عنده ديمينيشد ريفلكس يبقى عندي ريفلكس. ده سؤال ينفع يعني، هي دي لو قايل لكم حاجه يجي لكم كام كلمه دول. وده نفس الكلام تاني وسامعينه تاني. الفيلم ده سؤال انت ولا اكسل؟ تي 1 ولا تي 2؟ نعالج؟ تمام. نمتوا؟ ازيك يا ناس نايمه؟ تمام. طيب اول كلمه في العلاج، اول كلمه في العلاج هي الرقم. لازم ياخد رقم، والرقم ما يقدرش عن ايه؟ على 72 ساعه. ما يروحش يريح لي اسبوع او 10 ايام هيقوم بعدها مخشش مش قادر يقوم. فالرقم ماكسيموم بيد ريست كومبليت بيد ريست ماكسيموم 3 ايام. تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه هتكتب له ايه؟ هتكتب له بروجكت مش كده؟ هتكتب له ايه؟ انالجيزكس او سينتو تبقوا شفتين غالبا ومصر الاكسا يوروتوميكس مين اللي بيكتبوا؟ انت؟ ماشي تكتب شفتين شكلها مش كده؟ تمام اوكي يبقى انالجيزكس مصر الاكسا يوروتوميكس ممكن تكتب حاجه للنيوروباتيك بين زي حاجات البريجاب بس دي معرفش موجوده في الماركت. انا داخل الجدول او الجابتن ميدي بول لايت او سيب او الجابتن مين اللي هيبقى لايت او سيب عشان بس ارد عليه اقول له حاجه ليه هو يعني مين اللي هيبقى لايت او سيب؟ انت قلت لايت او سيب احلى عيان احلى عيان تكتب له تايب سي سواء 600 او 600 او تايب هو عيان الدايابيتك بريفرال نيرون مش عين الامر. انت لو عاوز تكتب تايب سي فقط عين جاي يشتكي من ترميل وحرقان واخد لاب اند ستوك واخد توزيع الشراب توزيع الكواتي ده غالبا عين 100% عين دايابيتك. تمام؟ تايب سي فقط ممكن تكتب له عين الامر بس انت لو هتقارن ما بين الهارد ديسك والجابتن افضل الجابتن عادي.
أو يعمل ايه؟ انا على عنده اقدر عشان كده فذكرتك انت دوركم مهم جدا في القصه دي. والنقطه المهمه جدا بالنسبه لي انا هي الادوكيشن، ان ما ينفعش الاحيان تتكدوا الريتر دول بقى ابص عليه كمان اسبوعين ولا 10 ايام. تمام؟ لا اقعد واتكلم معاه، ادي له حق. ادي له حقه في ايه؟ السلايد دي في غايه الاهميه. في حاجه اسمها انترا ديسكس بريشر، ضغط جوه الغضروف، اعلى اعلى ضغط. ولو حد فينا عمله بشكل مش مظبوط الغضروف هيبرشط. هو مين؟ هو الاخراني. انا قاعد وضعي اللي انا عاملها دي ومحني سنه وجاي اقوم وانا ماسك في ايدي شطه تقيله بالمنظر ده. ده انا لو عملت حركه زي كده تفصل كل الحمل، كل الحمل على الجسم. فخلوا بالكم قوي من اللي بيشيل حاجات من على الارض. تمام؟ يعني انا حتى قريبي جاله ديسك، ايه اللي حصل؟ انت لازم تسال ايه اللي حصل؟ هو اتفضل ديسك. كان كويس مفيش حاجه، بس كان في جنازه وبيرفع الكفا والظاهر مثلا من تحته بيشيل طق رقبه. تمام؟ يعني الحاجات دي برضه مهمه قوي. طب وضعيات يشيل ازاي؟ انت لازم تقول له يشيل ازاي؟ انا بسيب الكلام ده ليك وانت بقى. يعني الكلام بيقعد ازاي؟ ينام ازاي؟ يمشي ازاي؟ يشيل ازاي؟ بقول له لك الطبيعي يقول لك الايه؟ بص يعمل اكسرسايز ايه؟ في تمارين معينه بتتعمل انتوا عارفينها اكيد، ووضعيات نوم معينه مهمه قوي. احلى وضعيه تريح الجن يطلع عين السبب. سايد لاين سايد لاين مظبوط. نام على جنب وياخد رجله على الارض. تمام؟ ممكن تطلع شويه تمارين يعملها في البيت برضه. الكلام ده انت لازم تقوله يعني. طيب عملنا الكلام ده كله شهر شهر ونص ومفيش فايده. والعند ايه؟ ستيل ان بين. نوي شوتسو ده اسمه فيلير وده ميديكال تريتمنت ولا في حد ذاته انديكيشن اوف ايه؟ اوف سيرجري. أو عن دايرة باك بين وجع في رجليه وسقوط في مسطرة القدم. انت بتوع حاجة وتروحهم. لا بس سريع. سبعة من النهاردة. النهاردة. تمام؟ تقصد. فالعيال اللي جاي لك وتحت دول بس دي ثلاث أربع خطوط. يا باشا العيان جاي في فوق دروب من سنة وتعملوا عملية النهاردة تشوف مش هتستفاد. مش هتستفاد. بس لو كان الفوق دروب درجه وقلم كومبليت او عمال يزيد فده بروجريسيف موتور ديفيسيت، ده في حد ذاته انديكيشن اوف ديزيرت. او هو جالك فروم ذا ستارت وجالك على طول وعام في قدره، ده على طول ايه؟ انديكيشن اوف ديزيرت. او عام جاي لك بريتنشن انكونتيننس موتور ويكنس في كذا حته وسد الانفيزيا. يعني الوقت اللي انا بحكي لكم عنه 20 سنه ده واللي انا مش حاسس بالمنطقه دي خالص، المنطقه البرينيه المنطقه اللي بيقعد عليها مش حاسس بيها خالص، بشوفكم ده بوست مش حاسس خالص. فدي سادس انابيزيا ودي واحده من الساين بتاع البور اوت كام. يعني لو انا عندي ويكس وعندي الكونتنس بس ستيل ستيل اريا سنسيشن فيها بريزيرفنج، انا لما داخل اعمل له عمليه مخصوص. انما لو فحصته في ستيل اريا ما فيهاش احساس خالص، لا يعني ده خلاص ده مش هيحصل. دي واحده من السحب بتاع البور او كام. اول بور او انت هتعمل له العمليه او خلاص ما تعمليش العمليه ماشي، بس انت لو عندك حتى 1% امل ان انت ممكن بوكينج هتعمليها ولا مش هتعمليها. كان بيلعب على البرسنتج الاغنيه، تعالى لو عايز الشخص ده يطلع من طيب انا هعمل عندي عمليه، هعمل له ايه؟ كده؟ عشان بس شرايح الديسك اسمه ايه؟ ديسك. شرايح الديسك دي طرق عديده جدا. ناس تقول لك انا بشيله بالمنظار، بشيله بالميكروسكوب، بشيله بالنكت اي، كل ده available ومتاح عندنا يعني endoscopic discectomy available. بس كل عيان مش اي عيان ينفع يقول لك اعمل لي عمليه المنظار. لا انت ما ينفعكش منظار.
بس ده ينفع بمنظار. فكل في يعني معينين ممكن تفطرهم، انت ينفع معاك كده او انت ينفع معاك كده، بس ممكن تدي للعيان كل الموداليتي ولا التريتمنت المتاحه لحالته. يبقى حد واحد مش بتعمله. رحنا نعمل ديسكريبتوري اللي هنتكلم عليه ده الكلاسيك. تمام؟ فانا بشيل الديسك. عشان اشيل الديسك بفتح حاجات طول ما انا ماشي. خلاص؟ انا عاوز اوريك الصوره عشان تقعد الصوره كده. تمام؟ هفترض عاوز اشيل الديسك اللي قدام السباينس الازرق ده، السباينس بروسيس الازرق ده. انا عشان اوصل للديسك وفي روت طالع او في روت لازمه اللي طالع ده. فانا عشان اوصل واشيل الديسك في عظم بشيله. اول عظم بشيلها هي مين؟ جميل. قبل الجميل اه. ففي طرق كتيره جدا. تمام؟ هنتكلم على الكلاسيك العادي خالص. هتديك تشيل مين؟ في السباينس بروسيس. وتعمل حاجه اسمها ايه؟ سباينيكو. بعد ما هتشيل السباين انا كده فتحت، انا هوريكم صور الفيديو دلوقتي. يعني انا فتحت الظهر اهوت، ظهر مشرط على الجلد، صفتين سبيشال في الريتراكتور يمين وشمال، وبعد كده الفشل فتحتها يمين وشمال لحد ما شفيت مين؟ شفيت السباين. فقدامي سباين بروسيس في النص، لامينا يمين ولامينا شمال. دي ده اكل في مين؟ في السباين بروسيس ده السباين. اكل في مين تاني؟ في اللامينا اسمها ايه؟ لامينا. شفت السباينس بروسيس وشفت اللامينا، هلاقي مين تحت اللامينا؟ ليجامنت اسمه ليجامنت انتليفر او اليلو ليجامنت، لما اشيله بسميه ايه؟ لابيكتومي. فبشيل الليجامنت. شفت الليجامنت بقى فاضل لي مين؟ فاضل لي الليكا بساك اللي هي الديورا والعصب، هتلاقي في عصب يمين معدي وعصب شمال معدي، والديسك تحت مين؟ تحت الديورا. ازيح الديورا دي بمشرف الاقي مين؟ الاقي الديسك اهو شايل. تمام؟ ده الكلاسيك. طيب افرض عين جاي يشتكي لي من ديسك على ام 1 ليه افتح ظهره يمين وشمال؟ يعني الديسك على اليمين ليه افتحه شمال؟ في ناس بتحب تبص على نفسها وتشتغل وبتاع، بس كل ده بيعمل العام بعد كده باك بين جامد يعني. اشتغل على ام 1 لو هشتغل على ام 1 ده بعمل حاجه اسمها فينستريشن. مجرد ان انا هشيل حته من اللامينا بعمل شباك صغير كده يدخلني اعرف اشيل منه الديسك. فدي اسمها ايه؟ فينستريشن. او ممكن اشيل جزء اللامينا على وان سايد اسمه هيمي لامينيكتومي، او اشيل اللامينا كلها يمين وشمال اسمها كوز لامينيكتومي. احنا خلصنا تقريبا. على الديسك لما بنعمله عمليه اسمها ايه؟ مجرد ما بنيموش ايه؟ سباين. ده تراديشن. تمام؟ بوزيشن ده اسمه ايه؟ ده دكتور بوزيشن. ده اسمه ايه؟ فده فروم بوزيشن بنسميه احيانا ايه؟ سوبر مان بوزيشن. بص على منظر ايده، العين ماشي على وشه، محطوط على حاجه اسمها رول، في مخده قدام صدره من قدام ومخده تحت عند الاريا كريست، والبطن ايه؟ مريحه. لازم البطن تبقى مريحه خالص، يعني لو البطن دي كومبريست هيحصل كونجيشن عندي وانا شغال، وابيديورال فينس انجورجمنت، وتبقى الدنيا فاضيه واحنا شغالين او حاجه زي كده. بسبب ايه؟ بسبب غلطه في البوزيشن، ان البطن مش مريحه. النقطه الثانيه الايد بتبقى قدام راسه وقدام بالشكل ده، بس ما تبقاش ايه؟ مفروضة قوي، لا خليها بالشكل ده. لو فردتها قوي ايه اللي بيحصل؟ ممكن يعني بعد العملية تلاقي طالع بإيه؟ بريست دروب. في تراكشن على بريتا بريكسس، أنت تخليها على 90 درجة بس تبقى بريتا بريكسس إيه؟ مريح. الرجل بنرفعها عن خدتين عاليين عشان ما تبقاش مدلدلة لتحت، والعام ممكن لا قدر الله يجي له إيه؟ يجي له إيه؟ من الاستجنيشن بالضبط في الرجل اللي تحت ممكن يجي له ديب فينس ترومبوز. كل دي حاجات بسيطه جدا انت ممكن تتمشاها انك تاخد بالك من الحاجات الصغيره دي. ايه تاني؟ دي جمله مهمه قوي تقول اول بريشر بوينت ماست بي باد. احيانا العيان بتعمله ديسك وطلع بيحط ركبه وانت ما عملتش حاجه غلط، انت قلت شغال ثانيه على 10، بس ده بسبب ايه؟ بسبب البوزيشن.
من الحته بتاعت النيكو بتاعتها ماشي وراها مين؟ القمه الجمهوريه من العراق. الحته دي كانت مضغوطه على الترابيزه وانت طولت عند الساعه 2 3 بتشتغل بلعب طلع وفوق ضرب بس مش فاهم بس دي اخطاء في جنب. انت كان ممكن تتلاشى القصه دي انك تحط حاجه اسمها جيل باد او قطن او حاجه طريه تحت المنطقه دي عشان ما تبقاش في منها وبين الحاجه الناشفه كونفيرجن. ايه تاني؟ العين. كنت تعمل العيان عمليه ديسك ويطلع بالعرض. حصلت؟ حصلت. مكتوبه في الفيتش يا جماعه. يعني انت العين ما ينفعش العين مثلا تحط لها برضه شاشه ودريسنج ما تنفعش تبقى العين مضغوطه قوي بالشكل ده. بس العين لها سنه او راس العين نازله بس ساقطه في حوالي بس العين تبقى ايه؟ مش مضغوطه على 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 السرير. النقطه الثانيه ما تشتغلش وانت نقطه ضغط العين قوي. توطيه ضغط العين قوي يبقى حلو بالنسبه لنا ما بقاش في بليدنج واحنا شغالين. بس في نفس الوقت الفيوجن اللي رايح للريتنا بيقل. وضغط واطي لفتره زمنيه طويله مع اي كومبريشن العين بيطلع ما بيشوفش. فكل دي حاجات مهمه الواحد بياخد باله منها لمجرد البوزيشن. انا لسه كل ده ما حطيتش مشرط. فكل ده قلبت العيان وفي ثواني الكلام بيحصل في ثواني. بس ما ينفعش يعني تاخده كده يعني. ممكن العيان ينام دور وممكن ينام ايه؟ نيشرز. ما بنحبش نيشرز. نيشرز عاوز ترابيزات معينه بعض وضعيات معينه بس الناس اللي بتشتغل المناصير بتعمل اندوسكوبيك سباين ديسكتومي بتحب تنام العيان في نيشرز بوزيشن عشان الانتر لاكنال سبيس بيبقى واسع قوي على البوزيشن ده. فممكن يشتغل من غير ما يشيل ولا سنتي عرض. تمام. محتاج وانا شغال معايا ايه؟ اكس راي. عشان عشان ايه؟ السايد جدع عشان البنت واحده من الفيتال ستيت في الجراحه او انا بعتبرها مال براكتس الناس بتغلط عندك انت تعمل له عمليه على خمسه اسوا وتعمل له اربعه خمسه انت فتحت ظهر العين على الفاضي او انت تمام. طيب افرض معيش كتير اكتر من العمليه حدد الليفل ازاي؟ برافو. الهايست بوينت اوف ذا اي فيرست قدام مين؟ قدام حد الاربعه قدام السباينال بروسيس اوف ذا اي فور. يبقى السبيس اللي تحتها اربعه خمسه والسبيس اللي فوقين مين؟ تمام. او لو انا فتحته ممكن اعد من جوه ممكن اعد من السكرا والسكرم ليها نوت. يعني انا لو عملت بركشن في بركشن مش كده؟ لو عملت بركشن لاي اله على السكرم هلاقيها بزن وعلى اللامنه هلاقيها ضل. تمام. دي برضه حاجات ممكن تساعدني او احدد السبيس. اول سبيس من تحت يبقى مين؟ الفايف اس وانا طالع وهكذا. اتاكدت مشرط حطيت المباعد بتاعتي خلت معايا الجلد وخلت معايا الباراس باين المصل يمين وشمال طلع مين قدامي؟ شفت المنظر ده باين بوسيس في النص لامينا يمين لامينا شمال ما بينهم سواء الازرق اللي فوق او الاصفر اللي تحت ليجامنت اسمه ليجامنت فليفر ابتدي اشيل السباينس بوسيس بشيلها بآلة اسمها ايه؟ الرابة او رونجي او جون نبلا هتشوفوا صورتها كمان شويه. وبعد كده ابتدي اشيل مين؟ في اللامنه في المنظر اهو شلت مين؟ شلت السباينس بروسيس وشلت اللامنه وشلت مين كمان؟ الليجمنت اللي هو ابيض ده. والازرق اللي قدامي ده مين؟ ده في كالساك او الديوره. تمام؟ هو النخاع الشوكي جاي وحواليه ديوره اكتر ونكمل لتحت. بس الديورة أكتر اللي تحت مش جواها كورد. جواها مين؟ جواها كورد لأن الكورد فين؟ أكتر عند إيه كورد؟ ما اللي تحت كورد مش كورد. فالديورة ليها الزرقاء دي والديسك تحت الديورة. هبتدي أعمل أنا إيه؟ هزيح هتشوف أهو الفيديو اللي جاي هزيح وأجيب المشرط بتاعت الديسك سبيس بشيل وأوسع الروب وتخلص العملية.
دي الآلة اللي بناكل بيها عظم في النهار أو بيها عظم. إيه اللي أنتوا بتسألوا يعني الناس دي بتاكل العظم وترميه كده و... بصوا كلام العظم حرفان يعني إحنا بناكل بس في حدود لازم أقف عندها. يعني في ليميت ما جوش على بعض مثلا يبقى أنا جبت العين إيه؟ بس هو دلوقتي سنتين لقيت العين جاي بيزعق الفقرة طلعت قدام ما جوش على كسر تمام؟ يعني في حاجات معينة وقت الجمال لازم تقف عليها. وما بنعملش البوني وورك اللي انتوا شايفينه الجامد ده برضه كل حاجة ممكن أعمل أشيل لمنة على يمة واحدة حتة فينسترا من صغر يعني ده اسمه إيه؟ ده شيزل أو أوستيوتوم بستخدمه عشان أنا فتحت وعاوز أزق العضلات كده فبنزل بالشيزل وأزق العضلات وأقوم أقطع بالدافع. ده مين؟ ده موقع العصب أو نيرف ريتراكتور عشان قلنا هنزيح فيه كرسان وبزيح معاه الروت بزيحهم بمين؟ بالموقع بتاعه عشان أفتح الدسم. لو أنا مش واخد بالي قوي ممكن وأنا بضرب المشرط أضربه فين؟ أضربه في روت بتحصل تمام؟ بس انت لازم تبقى ايه يعني شغال بفرص يعني ده اسمه ايه؟ انا فتحت الديسك وعاوز اخش اشيله بقى بشيله بايه؟ بشيله بالاله دي اسمها ديسك فورسبس او احيانا بيسموه بنش والمسدس ده اسمه كاريسون باكل بيه اللامنه يعني بقه مفتوح طق 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 باكل بيه فبيسموه كاريسون وبقه بصص لفوق ولا بصص لتحت شايفين بقه الكرسو بيسموه أنكرت تمام؟ لو بص من تحت يبقى اسمه داونكرت. المهم شوفوا الفيديو ده فتح بالمشرط اهو خط السلتر ديني خط المبيعات بتاعته جاب المصل يمين وشمال شقة خالص للسباين اهو ممكن يستخدم دريل يعني بدل الرونجي والحاجات دي كلها ممكن دريل في ثانية يخلص الكلام ده. بعد كده حط موقع عمل بيه الفراشة اللي فيه كالساك ورقة مش واضحة في الفيلم فتح الديسك بالمشرط وشاله ورجع كل حاجة مكانها وقف ما ترجعش عضل الدم ما بيرجعش